ما تيجوا نرجع لمنتخبنا والليله عيد ونحتفل بمنتخبنا. يعني الراجل ده ما ظهرش من ساعه ما اشتغل مع منتخب مصر، وواحد من الناس المميزه جدا في من اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، هيكون معانا في اول ظهور عبر زوم الان كابتن الكبير كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخبنا. يا كابتن سعفان الف مليون مبروك ومنور الدنيا. كابتن كريم ازيك؟ الله يبارك فيك يا كابتن حبيبي، متشكرين جدا يا كابتن. والله شرفتونا وفرحتونا وفوق الراس والله يا كابتن سعفان، كل المجهود العظيم اللي بتعملوه كجهاز فني ولاعبين. الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. يعني احنا بنفرح عشان يعني احنا موجودين في 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 بوزيشن دلوقتي، يعني بنفرح عشان مصر فرحانه. يعني فعلا يعني الشغل في الانديه غير شغل المنتخبات، فعلا بجد. يمكن شغل الانديه بيبقى حاجه انا كنت فاكر مثلا هي بالضغط العصبي في الانديه بس، انما اتضح لما تولينا المسؤوليه في المنتخب الضغط العصبي بيبقى اكتر واكتر واكتر. 120 مليون بتفرحهم، بتبقى انت فرحان، مش محتاج اي حاجه انك تفرح ال 110 مليون ولا ال 120 مليون يا كابتن كريم. ماشي، بس الضغط الكبير ده يا كابتن سعفان طبعا مفهوم ان انتوا شايلين على كتافكم احلام وطموحات 120 مليون مصري، بس ما شاء الله انتصار ورا التاني ورا التالت وهكذا، المفروض ده يخف الضغط عليكم يا كابتن سعفان، مش كده ولا ايه؟ والله بص، احنا من اول ما تولينا المسؤوليه يا كابتن كريم واحنا يعني عارف شغالين مركزين في شغلنا، عايزين نفرح الناس، عايزين طبعا اول مره ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم والجهاز المعاون اللي معاه يتولوا مسؤوليه، اختبار صعب جدا، مسؤوليه صعبه جدا، بس الحمد لله. يعني الاربع ماتشات اللي كسبناهم الحمد لله، وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، والناس اللي واقفه في ظهرنا والناس اللي بتساعدنا، سواء جماهير سواء بعض الاعلاميين، ربنا بيبقى ليه حسابات تانية. يعني انت بتتعب في شغلك ومركز في شغلك، ربنا بيديك حاجات على قد تعبك وعلى قد شغلك. الحمد لله ان قدرنا نوصل للعلامه الكامله، وربنا يكملها على خير ان شاء الله في شهر 3 ماتش اثيوبيا ان شاء الله، تصفيات كاس العالم ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله زي ما حققنا العلامه الكامله في بطوله التصفيات كاس الامم الافريقيه، نحقق ان شاء الله العلامه الكامله في تصفيات كاس العالم يا كابتن كريم. كابتن سعفان انت دلوقتي قلت بعض الناس او بعض الاعلاميين، انا احب اقول لك انه كل الناس وكل الاعلاميين باستثناء قله قليله جدا لا يقدرون ما تفعلون، كلنا مقدرين جدا يا كابتن سعفان وكلنا في ظهركم وكلنا فرحانين بيكم جدا وفرحانين بالشغل اللي انتم بتعملوه.